اتصل بي وزير الخارجية وقال اتصلوا معه بالهاتف من قمة عرمون، قمة عرمون أنا لا أعرف بيروت جيدا، لكن حسب ما أصبحت الصورة في ذهني مكان فيه دار للمفتي، يجتمع هناك المفتي والإمام ورؤساء الوزارات وبعض الشخصيات الإسلامية الأخرى وبعض رؤساء الأحزاب منهم كمال جنبلاط. اتصلوا بوزير الخارجية ورجوه أن يطلب إلي أن أتصل بالرئيس سليمان فرنجية لكي يوقف القتال لأن الأمر سيء جدا، وقلت لوزير الخارجية لن أتصل، عليهم أن يصمدوا. وبعد أقل من ربع ساعة اتصل بي مرة ثانية وقال كرروا الاتصال وهم بحالة سيئة جدا، وقد سقطت بعض الأحياء ومسلحو الكتائب يجتاحون المنازل ويتساقط أمامهم كل شيء. وقلت له لن أتصل وعليهم أن يصمدوا. عندما كنت أقول هذا القول أيها الإخوة، ليس من قبيل التردد أو من قبيل عدم الرغبة في بذل الجهد، وإنما كنت أستغرب مثل هذه الطلبات، لأنني كنت أعرف ونحن الذين نعرف بطبيعة الحال أن لدى المقاومة والأحزاب الوطنية من السلاح والذخائر ما لا يملكه جيش لبنان بكامله، وليس الكتائب والأحرار فقط. وقالوا آنذاك إذا لم تسارعوا إلى الاتصال فسيلتف رجال الكتائب على المنطقة الغربية والطريق مفتوح أمامهم. واتصلت مع الرئيس سليمان وقلت له فيما قلت أخي الرئيس، عندكم مجزرة خطيرة تسبب مضاعفات في كل مكان، أرجو أن تعمل مسرعا على وقفها وتلافي مخاطرها. كان بيني وبين الرئيس فرنجية مناقشة آنذاك على الهاتف، وانتهينا إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار في ساعة معينة من تلك الليلة، أعتقد أنها الثامنة أو الثالثة. تواردت الأخبار بعد هذا أن القتال يتصاعد وأن الأمور تسير. واجتمعنا هنا في دمشق، اجتمعت مع بعض إخواننا في القيادة وفكرنا فيما يمكن أن نعمله لإنقاذ الموقف. جهد سياسي بذلنا، سلاح أعطينا، ذخائر أعطينا، كل هذا موجود هناك ومتراكم، ولم يستطع أن ينقذ الموقف. فقلنا إذا لابد من أن ندخل وننقذ المقاومة، وقررنا أن ندخل تحت عنوان جيش التحرير الفلسطيني. اتصل مع الفلسطينيين، قال لي هناك قوة سورية تدخل إلى لبنان. ذكرته بحديث الأمس وقلت له إن الأمر خطير، وأرجو يا أخي الرئيس أن يفهمنا كل العرب، أن يفهمنا كل العرب أننا بالنسبة للفلسطينيين لنا موقف سابق، وأن هناك خطا أحمر بالنسبة للفلسطينيين لا نسمح لأحد بتجاوزه إطلاقاً.